يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب، وأنا أدعو الله دائما أن يجعلني منهم. هل إذا استمريت في دعائي يستجاب لي؟ هذا شيء طيب، الله قريب مجيب، والإنسان يسأل الله الجنة ويسأله الفردوس، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فعلى المسلم أن يدعو الله وأن يعظم الرغبة فيه. جزاكم الله خيرا. نعم إلا أنه لا يسأل الأشياء التي لا تليق به، كأن يسأل الله منازل الأنبياء أو منازل الرسل. نعم.